ساعات الكلام معناتها ما يعبر على حد شيء، بالغيث مسيرة كبيرة ياسر. كالعادة باش يغيب علينا بالغيث كهو، وعضو معناتها المكتب التنفيذي بالنقابة التونسية لقطاع الموسيقى، ومطرب معناها برك الله خلى بالماريس كبير وخلى برنامج غنائي كبير ومحترم، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله. اللي خلف من بيت ما مات خلى وليدات معناها، وخلى عائلة طيبة وباهية ورجل طيب، سي لامي دو تول موند، معناتها أحسن لقب بيواتي بغيت سيدي هو سي لامي دو تول موند، هو صديق الجميع. إلا في أن كور دو بيبي معناها، ورجل طيب، وكنقابي أون بلوس معناتها وقف مع نقابتنا وخدم في نقابته كما ينبغي بكل صدق، الله يرحمه. الله يرحمه. خلينا محبة الناس هذيك أهم حاجة اللي خليها، خلى الناس كل تحبه وربي يرحمه وينعمه، وقت تشوف العباد اللي جاتوا وربي يرحمه هذاك شنو نجم نقول، الناس كل تحبه هذيك أهم حاجة خليها. العائلة الفنية الكل حبوه من تونس، بنزارة البنجلدين يحبوه، ضحكته ديما سبقته، يرمي روحه على الناس الكل، حبوه برشا، كان يدخلنا الفرحة هو ديما الفلكة ديما الضحكة، الله يرحمه وينعمه، هم السابقون ونحن اللاحقون، ماكش عندي ما نقول. الفلاح اللي قلبه طيب واللي صوته فلاحي وأخلاقه بتاع فلاحة، الفلاح اللي يخدم البلاد واللي يحب يعمر البلاد ويحب الثمار يخرج من البلاد، بلغيث كنكك، بلغيث فنان طيب للغاية، طيب المعشر، عشرة كبيرة أنا وياه، ضحاك برشا، يموت على النكتة. عرفت عليه عندي أكثر من 25 سنة، صديق عزيز غالي الله يرحمه، قلبه كبير، إنسان طيب، فنان يحب ديما يدخل البهجة، يدخل الفرحة، بقطع نظر على كفاءته وقدرته كمطرب كمغني، هو إنسان بشوش، يعني إنسان يعني ديما الضحكة معناتها، ديما البسمة ديما في وجه الآخر، ديما معناتها عنده المحبة وعنده المودة، وربي يرحمه. من في الفترات الأخيرة تعب برشا، ورغم التعب متاعه ورغم المرض متاعه معناتها ما تخلاش على عشقه للفن، وديما كان يحضر رغم اللي تعب مسكين الله يرحمه.